بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في شرح جديد من شروحات أحمد فتحي، شرح اليوم مشيت الله تعالى عن أفضل وأخف نسخة ويندوز 11، نسخة LTSC، النسخة المخففة والنسخة الرسمية من مايكروسوفت. أخيرا مايكروسوفت أطلقت النسخة المخففة من ويندوز 11 لكل الأجهزة الضعيفة والقديمة، لا تحتاج إلى TPM أو الكور بوت أو يحتاج أي متطلبات تشغيل على الجهاز. زي ما حضراتكم شايفين كده، دي متطلبات التشغيل. هنا بروسيسور 1 جيجا هرتز، هنا الميموري 4 جيجا او 2 جيجا تشتغل عندك، هنا عندك المساحه الفاضيه على الهارد عندك 64 جيجا هيشتغل، عندك 16 جيجا هيشتغل، وهنا التي بي ام، تي بي ام مش محتاجه تي بي ام حديث، وهنا السكوير بوت سواء كان مفعل او غير مفعل هتشتغل عندك. النسخه مش محتاجه متطلبات تشغيل، يعني اي جهاز عندك جهاز ضعيف جهاز قديم هتشتغل عليه نسخه ويندوز 11 من الموقع الرسمي. واهم حاجه فيها ان هي من الموقع الرسمي لشركه مايكروسوفت. هروح على الموقع الرسمي، سوف احط لكم رابط لتنزيل النسخه في التعليق المثبت اسفل الفيديو. هنا زي ما حضراتكم شايفين ويندوز 11 انتربرايز LTSC. بعد لما الدخول على الموقع نضغط هنا على داونلود ويندوز 11 انتربرايز LTSC، هتفتح معانا الصفحه دي، وهنختار هنا الخيار الاول نضغط عليه، وبعدين نختار المكان اللي هنصل فيه نسخة الويندوز، بعدين نضغط هنا على سيف، وهتبدأ تنزل معانا نسخة الويندوز زي ما حضراتكم شايفين. ودي كانت يعني نسخة خفيفة ونسخة موثوقة من موقع مايكروسوفت، تشتغل على جميع الأجهزة الضعيفة والقديمة. كده كنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى يستفيد الجميع من هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.